بعد نجاح الثورة ورحيل مبارك، ماذا ينتظر مصر في المرحلة المقبلة؟ جورج صليبي يستضيف من القاهرة رئيس حزب الغد المعارض أيمن نور، الإعلامي حمدي قنديل، اللواء المتقاعد جمال مظلوم، المنسق العام لحركة 6 أبريل أحمد ماهر، ومن بيروت الكاتب السياسي أمين أموري، ضمن الأسبوع في ساعة الأحد 9:30 مساء على الجديد. لأسئلتكم واقتراحاتكم على العنوان التالي